نجح الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني علي هاشم في حصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث خلال مشاركته في البطولة الإفريقية رقم 25 للأندية التي استضافتها القاهرة خلال الفترة من 16 حتى 14 من ديسمبر الجاري. قدم المارد الأحمر مستوى مميز في البطولة وتوج بالميدالية البرونزية في المشاركة الأولى له في البطولات القارية. استطاع الفوز على أبطال كل من بينين، الكونغو، نيجيريا، إضافة إلى منافسه التقليدي سبورتينج السكندري. لم يخسر الشياطين الحمر سوى من أبطال القارة وهما فريقا فيروفيارو الموزمبيقي حامل اللقب وإنتر كلوب الأنغولي وهو صاحب الوصافة للعام الثاني على التوالي. ويمتلك الفريقان لاعبات لديهن الخبرة والقوة البدنية التي تؤهل لحصد اللقب أيضا. الأهلي نجح في استقدام لاعبة محترفة ألا وهي الأمريكية كيسلي ميتشل التي تمتلك مهارات وفنيات كبيرة تحصلت عليها بفضل خبراتها الكبيرة من خلال لعبها في الدوري الأمريكي حيث توجت بثلاثة كؤوس في البطولة ألا وهي كأس أحسن مسجلة للنقاط برصيد 173 نقطة، كأس أحسن مسجلة للثلاثيات في البطولة برصيد 28 ثلاثية، كأس أحسن صانعة ألعاب. كما حصلت المحترفة الأمريكية الأخرى شاكيلا نان على جائزة أحسن مستحوذ على الكرات برصيد 87 كرة. الأهلي أصبح يمتلك فريقا يقدر على المنافسة القارية من خلال لاعبات اكتسبنا الكثير من الخبرات واستطعنا كسر عقدة اللاعب داخل القارة السمراء، بل أنهن كنا قاب قوسين وأدنى من اللاعب على كأس البطولة لولا سوء التوفيق حيث خسرنا أمام إنتر كلوب الأنغولي في النصف النهائي بفارق نقطة واحدة. النسر الأهلاوي يسعى بكل قوة لبسط سيطرته على القارة السمراء في قادم المناسبات ليحقق اللقب الأول لمصر على صعيد الأندية النسائية، مثلما كان هو السباق بحصده للميدالية الأولى في تاريخ الأندية المصرية بعد حصوله على برونزية هذا العام. أهلا بكم في الفقرة الأخيرة والفقرة الحوارية مع كابتن علي هاشم المدير الفني لسيدات كرة السلة اللي فعلا قدروا يحققوا إنجاز أو يحققوا ميدالية، لكن فعلا هم في الآخر كان في عرق وجهد وتعب داخل أرض الملعب بقيادة الكابتن علي هاشم المدير الفني لسيدات كرة السلة في النادي الأهلي. كابتن علي هاشم بنرحب بيك، نقول لك مبروك ولا أقول لك هارد لك بصراحة؟ يعني أقول لك إيه؟ يعني مش عارف أقول مبروك ولا اقول هارد لك على ان انت خسرت بطوله افريقيا، يعني مش عارف. اولا مبسوط جدا يا كابتن خالد ان انا معاك، بقى سعيد والله وانا جاي. يعني بالنسبه لاول مشاركه افريقيه يعني انا راضي تماما، يعني كان ممكن نبقى في الفاينل بس طبعا الظروف اللي حصلت والناس كلها شافت اللي حصل، ولو كنا وصلنا الفاينل كنا هناخد البطوله ان شاء الله يعني، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. انا راضي تماما على المشاركه الاولانيه في تاريخ كره السله سيدات في النادي الاهلي، حاجه كويسه واول مره في تاريخ مصر كلها، يعني الفرقه من مصر توصل للكلام ده على مدار التاريخ البطولات كلها. هسال سؤال، احنا شاركنا قبل كده ولا ما شاركناش خالص؟ ولا فرقه من مصر شاركت؟ لا يعني ما حصلش اي مشاركه، ما رحناش خالص. النادي الاهلي ما راحش خالص على مدار التاريخ، عمره ما شارك في البطوله دي. النادي سبورتنج اعتقد راح مره سنه 95 او حاجه كده، بس كان خرج من ادوار التمهيديه. اكيد في دروس مستفاده من البطوله، اكيد هنتكلم على البطوله، هنتكلم على كل حاجه والماتشات الصعبه والحكم اللي جه علينا والحكمه، يعني هنتكلم على كل حاجه. يعني خليني اقول اكيد عندك دروس مستفاده من اول مشاركه افريقيه النهاردة مع النادي الأهلي. طبعا دروس مستفادة كتيرة يا كابتن خالد، أولها الخبرة اللي البنات زودوه، هما كده اوريدي فرقة النادي الأهلي عندها خبرة إن هما أقل واحدة لعبت 2 أفريقيا في المنتخبات، استفادوا من البطولة دي جدا، كانت أول بطولة للأندية على أرض مصر، زادوا خبرة أكو أكتر وبالذات اللي هي جاية إن سيزون. يعني البطولة دي أنا أعتقدها جهزتنا كويس قوي قوي يعني للدوري والكاس وبقيه السيزون، يعني جت في توقيت كويس. طب هنرجع شويه ورا وقبل البطوله، قبل البطوله اتكلمنا انا وانت وقلت لي بصراحه انا بجهز ان احنا
ما شاء الله عليك عندك طموح وهدف، النادي الاهلي كله كده ان احنا نكسب البطوله. لما دخلت جوه اجواء البطوله كان عندك احساس ان انت هتقدر تعدي، ولا لقيت التكتيك او النواحي الفنيه للفرق الثانيه فيها حاجات اعلى من عندنا؟ لا انا زي ما انا قلت لك ان البطوله دي خدناها على مراحل. ازاي ان هم اول مره ان بطولات افريقيا دي زي المنتخبات بالظبط، لازم ما ينفعش تبص لقدام غير لما تعدي الادوار الاولانيه خالص. فاحنا اشتغلنا بنفس الكلام دوت لحد ما وصلنا لجيم السيمي فاينال، كنا قريبين جدا قريبين جدا وربنا ما وفقش يعني. طيب محترفات داخل البطوله كان محترفه بصراحه، كيلسي ما شاء الله عليها، هنتكلم عليها كتير، لكن في كلام انتشر ان كيلسي دي اتغيرت، ما كانتش هي اللي جايه، كانت في واحده ثانيه اللي جايه وانت جبتها اخر 24 ساعه، الكلام ده صح ولا لا؟ لا لا خالص خالص، احنا كان قدامنا ثلاث اختيارات، كان كيلسي بالنسبه لنا رقم اثنين. الاولانيه رفضت ان كان عندها، كانت في منتخب امريكا كانت بتلعب الاولمبيكس. كيلسي اتاخرت في الرد، مش هي اللي اتاخرت، هي كانت موافقه وكل حاجه للايجنت بتاعها، بس هو كان فرق التوقيت والكلام ده، كان التفاوضات كانت بتتاخر شويه، الرد ومش الرد والكلام دوت. وتالت واحده كانت رافض بس، لكن احنا واخدين منها كونفيرم من رابع يوم مفاوضات. من رابع يوم مفاوضات واخد اللي هي اوكي معاك. اوكي اوكي. طيب انت من وجهه نظرك ايه اللي ينقص الفرق او فرقه النادي الاهلي عشان نقدر في البطولات اللي جايه نقدر نقف على حصد اللقب؟ مفيش، بعد البطوله دي احنا لو البطوله دي اتعملت السنه الجايه احنا باذن الله باذن الله، وانا بقولها من قناه النادي الاهلي، احنا في الفاينل باذن الله. ما في يعني، هم زي ما قلت لك فرقه النادي الاهلي عندها خبره، اللي عندها خبرات. الاجنبيه ساعدتنا. كيلسي ساعدتنا. بس برضه هي مش بتلعب لوحدها يعني، كان معاها 11 لعيب، 11 لعيب كلهم عندهم خبرات وكلهم منتخب مصر، وفيهم ناس لعبت كاس عالم. بكلمك بصراحه، التعامل مع نجمات كتيره في الفريق، انت عندك نجمات ما شاء الله، مش هنقول واحده، عندك 12 نجمه داخل الفرقه وداخل بطوله افريقيا، التعامل معاهم بيكون شكله ازاي مع نجمات كبار زيهم؟ مفيش، هو كل النادي الاهلي انت عارف يا كابتن خالد، كل واحد عارف ايه حدوده وايه وظيفته وايه شغله. نجمات وكل حاجه، وانا مرنتهم ان هم صغيرين، الجاب يعني مفيش جاب بيني وبينهم خالص. هو شغل، انت جوه الملعب انت بتشتغلي، مطلوب منك واحد اتنين تلاتة، بره الملعب احنا ما فيش اي مشكله خالص. والنادي الاهلي شغل. الاهلي اتحط في مجموعه فيها فاب وفيها فرافيارو وسي ال اس الكونغولي، شايفت المجموعه دي ازاي؟ هي المجموعه الاسهل ولا الاصعب من الناحيه الثانيه؟ لا المجموعتين احنا من يوم القرعه حتى قلتها، المجموعتين متوازنين. يعني احنا كنا احنا وفرقه موزمبيق، وسبورتنج راح الناحيه الثانيه هو وانتر كلوب، ويجي في تاني ليفل الفرقتين اللي معانا والفرقتين اللي معاهم، يعني المجموعه كانت متوازنه يعني. هل بطوله افريقيا طلعت الاربع فرق فعلا ان هم اقوى اربع فرق متواجدين؟ صحيح، دي حقيقه. دي حقيقه. طب خلينا نتكلم على مباراه، نبدا بمباراه فاب، وكانت بدايه وكانت اول مره نلعب بطوله افريقيا، دخلت البنات المباراه دي شكلها ازاي؟ وقلت لهم ايه قبل ما يخشوا يلعبوا اول يوم بطوله افريقيا؟ مباراه فرقه موزمبيق دي احنا كانت بالنسبه لنا اخر ماتش كان في المجموعه، كان يهمنا ان احنا نطلع اول المجموعه دي، كانت هتبقى الطريق اسهل شويه يعني مش اسهل طبعا، كنا هنروح الفاينل بس كنا هناخد سبورتنج في دور الاربعه، فالفرقه انت عارفها وشايفها وحافظها وبتلعب قدامها بقالك سنين، فكان هيبقى التعامل معاها اسهل شويه. فروحت مباراه فرافيارو وموزمبيقي عشان بدافع المكسب 100%. دافع المكسب عشان تقدر تاخد كروس النادي سبورتنج. بالظبط، كنا عايزين نبعد شويه عن فرقه انتر كلوب في يعني كنا عايزين نجيبهم في وش بعضهم. بس ما قدرتش. لا ما ربنا ما كرمش الجيم ده، مع اننا برضو يعني لعبنا جيم كويس قوي. لعبنا جيم كويس قوي، في شويه غلطات حصلت بس ده وارد في الباسكت بول. كنا برضو خسرانين وعملنا كامباك كويس ورجعنا تاني، بس برضو ما توفقناش في الجيم ده. كان في عدم توفيق شويه في الثلاثيات في الجيم ده، يعني شفت سوريا شفت كيلسي، ما كانش كانت بترمي على الباسكت بس ما كانتش كور يعني، كان نسبتهم قليله شويه. حتى برضه انا قلتها في بعد الجيم، وما احنا الجيم ده ما توفقناش يعني ما توفقناش. كيلسي برضه ما كانتش نفس نسبها، سوريا برضه مش نفس نسبها، التراب الفاول بتاع كيو قعدت بره كوارتر ونص، ده برضه كان ما اثر معانا يعني، سبتها كوارتر ونص بره او 12 دقيقه حوالي.
فده اثر يعني اثر معانا في الجيم ده برضه. لو رحنا لمباراه فرافيار وموزمبيق خسرت، عرفت ان انت رايح في اتجاه مختلف تماما، مش ده الاتجاه اللي انت عايزه. قلت ايه للبنات بعد المباراه؟ ولا حاجه خالص، احنا قلنا لهم الفرقه اللي عايزه تكسب البطوله هتاخد اي حد في سكته خلاص. احنا كنا عاملين بلان ايه وبلان بي، لو رحنا بلان ايه زي ما كان لو كنا كسبنا كان هتبقى الطريق اسهل للفاينل. مش برضه فرقه سبورتنج فرقه محترمه وفرقه بطل مصر و ما توفقناش، احنا كده كده خلاص احنا عايزين، احنا عندنا تارجت اللي احنا نروح الجيم الفاينل، فهناخد اي حد في سكته. لو قلت لك كابتن علي اصعب مباراه عدت عليها على كابتن علي هاشم داخل البطوله دي تقول اي مباراه؟ بص هما ماتشين الصراحه، الماتش الافتتاح والماتش بتاع السيمي فاينل. ماتش الافتتاح، ماتش الافتتاح مع فاب الكاميروني، ماتش الافتتاح ده كان كنت قلقان؟ قلقت شويه قبل الجيم، القلق الطبيعي يعني. ماتش الافتتاح ده بتوصل مسج للناس كلها وللفرق، انت رايح فين او شكلك عامل ازاي. فطبعا كانت اول مشاركه افريقيه بالنسبه للفرقه، والبطوله في مصر ومتشافه، وانا فوجئت يعني لسه امبارح اما مصر كلها متابعاها يعني. دي حقيقه يعني مصر الرياضه عندنا بقت في كل المجالات الرياضيه اللي هي متشافه كده. لا كويسه قوي. فكان الجيم الاولاني مهم لينا قوي يعني. انت قلت لهم بس اول كوارترين لو عدينا 78 47 الفرق كبير جدا، كنا مركزين جامد جدا، كنا مركزين جامد. وفي نفس الوقت الجيم الاولاني انت ما معكش داتا عن اي فرق يعني. انت كان الداتا الوحيده اللي عرفنا نجيبها من قبل البطوله انتر كلاب والفرقه بتاعت موزمبيق بس، باقي الفرق ما فيش. بتشوف سكاوتنج، بتشوف اسماء، بتشوف الستاتس ايه، الارقام بس. طبعا بيبقى الفرقه ساعات متغيره يعني. فرقه الكاميرون دي 8 من لعبوا البطوله السنه اللي فاتت مش موجودين السنه دي، فما كانش عندنا اي معلومات عن ده. دخلت المباراه الثانيه مع فريق كونغولي سي ان اس وفزت بنتيجه كبيره جدا، 117 بونت مقابل 53، اكتر من دبل سكور. شفتها ازاي المباراه؟ ولا احنا كنا داخلين مركزين قوي بصراحه شديده يا كابتن علي، مركزين قوي من اول بطوله، بعد كده بدا الكيرف ينزل بالنسبه لك. شفت المباراه دي شكلها ازاي بصراحه؟ بص دايما بطولات افريقيا، حتى انا قلت للبنات بعد ماتش فرقه موزمبيق، وحتى انا كنت بتكلم مع الجهاز، دايما بطولات افريقيا المجمعه لازم يجي لك دروب في جيم. لازم ما ما فيش حل يعني. انا في الفرق الجامعيه كده، في الفرق الجامعيه كده، وحصل معايا في المنتخبات قبل كده، لازم يجي يوم كده في اي ماتش بقى هيجي لك. فكنت اتمنى اللي هو يبقى بعيد عن ماتش الثمانية الا الاربعة الفاينل، اللي هو خروج المغلوب على طول. يعني كنت اتمنى اللي هو يجي في المجموعة اللي ما فيهاش مشكلة. تمام. ما فيهاش مشكلة. فحصل دروب في ماتش في موزمبيق ده. موزمبيق كان دروب. مع اننا عاملين جيم كويس بس برضه مش احنا. يعني مش احنا. مش هو ده. لا 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 مش 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 ده التيم. لا لا مش هو. غلطات احنا ما بنغلطهاش. انجاز المركز الثالث البنات شايفينه، البنات شايفين ده انجاز ولا شايفين ايه بالظبط؟ طبعا انجاز، انجاز زي ما قلت لحضرتك، اول ميداليه يعني، اول ميداليه على مدار تاريخ في النادي، على مدار تاريخ مصر كلها. فحاجه كويسه والناس مقدره الكلام ده كويس قوي في النادي الاهلي ومجلس الاداره. كلمني على كواليس بعد البطوله والبنات خدوا الميداليه، واول مره بنت تلبس في مصر في كره السله ميداليه. كلمني على كواليس بعد البطوله كمان. طبعا احنا بعد ماتش انتر كلاب ده حاله طبعا في الاوتيل لا يرثى لها يعني. الناس كلها زعلانه يعني، خلاص انت رايح تلعب الجيم خلص يا كابتن خالد. خلاص الجيم خلص، خلاص. النادي الاهلي كده الجيم خلص يعني، الجيم خلص يعني خلاص. انت 3 بونت وباقي 6 ثواني وبتلاقي صفاره مره واحده مش متوقعه طبعا. لا احنا جبت لي في انتر كلوب هنتكلم على الحكم جه علينا. ده اراء خبراء السله مش خالد العوضي، لكن انا شفت الجيم بصراحه، الجيم ما شاء الله على البنات بتوعنا، ما شاء الله ماشيين في جيم كويس جدا. واكيد فرقه زي انتر كلوب لازم تمشي معاها بونت، مش هتقدر تفرق، مع ان كان الفارق كبير جدا. لكن اخدت حاجه عليك معينه، 19 بونت والتايم اوت ما اتاخدش، اشمعنى ما اخدتش يعني انت شايف المباراه ازاي من وجهه نظرك داخل المباراه بالشكل ده؟ لا مش ما اتاخدش، هو 19 هم طلعوا علينا 19 بونت. لكن انا واخد في الكوارتر الاول واحد كويس، اول ما طلعوا علينا 6 بونت، وخدت في الثاني واحد اول ما طلعوا علينا 11 بونت. فخلاص على طول على طول. ان الجيمات دي لازم توقفهم على طول يعني. توقف الموضوع. طب انا عايز ارجعك للقطه المهمه، هي اللي هي اللقطه دي
اللي اتحسب على النادي الاهلي. انا عارف اللقطه دي مضايقك، يعني لو جبنا صوره كابتن علي هاشم متضايق من الموضوع، لكن انا عايزك تحللها لي بصراحه شديده. النادي الاهلي 85 84 ومحدش مقرب ناحيه البنت واتاخد الموضوع بشكل مختلف. انا بس عايز يعني ترجع شويه، نرجع شويه بس، ترجع شويه. نرجع بس بدايه الهجمه بتاعت النادي الاهلي خلاص 82 84 وكيلسي بتجيب 3 بونت مظبوط. بص بقى الكره من اولها بقى، هتلاقي الكره اصلا مش ممسوكه، الكره طلعت. احنا عندنا غلطه هنا احنا عندنا غلطه هنا. نوقف يا جماعه، نرجع تاني لو سمحت عشان بس كابتن علي هاشم يشرحها مظبوط. يعني كان لازم الكره يعني مش كيول اللي تعطل، يعني دي برضو احنا انا بعترف يعني دي احنا عندنا غلطه، لازم تضغط على لازم نضغط على البوينت جارد بتاعهم. ما ترجعش احنا ما ترجعش. احنا رجعنا طبعا، احنا رجعنا فدي غلطه بس برضو ما اثرتش قوي، يعني هي اتعطلت هنا. هتمشي الكرة هتقف بقى هنا. بص الكرة طارت اهو، طارت الكرة، ما حدش لابس حد، مفيش حد بره الكرة، هلا بره الكرة، هلا بعيد عنها، بعيد عنها، حسبتها بعيد عنها، حسبتها عليها ومش كورتها، يعني مش كورة الحجمة دي، دي كرة في اهي بعيد خالص، بعيد يعني، وما تتصفرش في التوقيت ده، ما تتصفرش خلاص. الجيم از اوفر يا كابتن خالد، خلاص الجيم خلص، الجيم خلص خلاص، جيم از اوفر. يعني لا نرجعها تاني بصراحة، لأحسن يعني الموضوع شوية زيادة اوفر يعني. اي ادي كيلسي جابت 3 بونت وبدات البنت تجري بالكوره وفي نص الملعب بتاعنا طارت من ايديها، طارت حتى هي ما لمستهاش اهي. احنا كان لازم نعطل هنا زي ما قلت حضرتك، مفيش مشكله في التعطيل بصراحه، مفيش مشكله يعني لحقناها اهي، الكوره بقت جريت في ايديها حالا ما دخلتش اهي، هلا بره خالص بقى، خالا ما لمستهاش. حتى لو هفترض اللي هي حتى لمستها كونتاكت، هي من التعب ممكن تبقى وقعت مفيش يا كابتن علي، ما عرفتش ناحيتها، مفيش حاجه خالص، ما لمستش البنت حتى بالظبط، يعني مفيش ظلم تحكيمي بين. لا هي الحكمه دي من اول بطوله جايه علينا، يعني من اول، يعني مفيش حكمه بتيجي الفرقه 4 مرات. كم؟ 4 ماتشات. مش في رئيس لجنه حكام وفي اتحاد افريقي وفي بيعينوا كده، ولا هي بتختار ولا ايه بالظبط؟ هتعمل ايه؟ يعني ما هتعمل ايه؟ 4 ماتشات بقى، 4 ماتشات هي اللي بتجي لك تحكم. هي مفيش غيرها في الماتشات ولا ايه؟ مش عارف، هي من ساعه المنتخب وهي تحكم. من ساعه المنتخب كان عندك، كان في واقعه برضو وانا كنت بتفرج عليك قبل كده، نفس المحكمه بتحكم لك برضو في منتخبات مصر. ماتش انجولا السيمي فاينل. ماتش انجولا مع منتخب مصر 16 سنه، 0 رواندا من 4 شهور، نفس الكلام برضو. الجيم 25 بونت، نزلت الجيم 10 بونت. نفس الاسلوب. وقبل الكرة دي، قبل الكرة يعني قبل كمان الكرة بتاعت هالي. ودي ما فيش، مش لمسة دي البنت، لمست كيلسي. لا لا ما لمستهاش. لا بعيد. بعيد. كمان قبل الكرة دي، قبل الكرة دي لنا فاولين، يعني لنا فاولين ما تصفروش. ما تصفروش. ضياع الحلم الافريقي بسبب خطأ تحكيمي. تتفق او تختلف؟ طبعا. يعني كنت هتبقى في الفاينل، وفرقه النادي الاهلي لو وصلت الفاينل مش هتتنازل، حتى ما حدش كان لا 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 انا بقول لحضرتك اهو، من يعني احنا لو كنا في الفاينل ما كناش هنخسر، ما كناش يعني كانت على رقبتنا، ما كناش هنخسر، ما كناش هنخسر. وجود الجمهور فرق مع فريق سيدات. طب طبعا طبعا فرق جامد جدا كمان، يعني الناس انت تشوف الناس كل يعني كل ماتش، كميه الناس اللي واقفه بره كمان ما بتعرفش تخش طبعا لظروف امنيه، والصاله كانت صغيره وبتاع، حاجة يعني حاجة أنا بشكرهم جامد جدا يعني. تشكر جماهير النادي الأهلي؟ أكيد طول عمر جماهير النادي الأهلي كده يا كابتن علي، يعني دايما ورا فراها ودايما بشكرهم، بتدعمها جامد جدا. طبعا. اللي خلينا نقول ردود الأفعال اللي جات لك بعد المباراة لما خرجت من سيمي فاينل وقلت الجيم إيز أوفر خلاص. ما في يعني ما كل الردود كويسة، خلاص قدر الله ما شاء فعل وعملتوا اللي عليكم. كمان اللي زعلك اللي أنت جاي من كامباك 19 بونت. يعني 19 بونت مع فرقه زي دي حامل اللقب 5 مرات وبقى لها 6 سنين بتلعب فاينل وانت خسران 19 بونت، يعني في ناس قامت مشت من بين الشوطين. مشت. في ناس قامت مشت. قالت ان احنا طلعنا بخساره كبيره. يعني خلاص قالت الجيم هيخلص 10 بونت 12 بونت 14 بتاع. لكن انت جاي كام باك ومحارب في الجيم 19 بونت وتطلع، هي كمان مش يعني كل ما نطلع بونت توقفنا، كل ما نطلع بونت توقفنا تجيبك على طول. يعني كل ما يطلع بونت يعني اكنها محجمه المباراه بالنسبه لفرقه الاهلي. بالظبط. انا بقول لك ايه، كمان الحكمه الجزائريه حصل يعني انا اول مره اقول لك، انا بس عشان انا في قناه النادي الاهلي. لا هنقول في قناه النادي الاهلي كل حاجه. يعني انا بقى في حتى في المؤتمر قلت الجماعه ما تتكلمش خلاص على التحكيم، احنا في عادتنا في النادي الاهلي ما بنتكلمش عن التحكيم، بس طالما في القناه انا ما عنديش مشكله. الحكمه الجزائريه اتخانقت معاه بعد الماتش، بعد الماتش اتخانقت معاه، قالت لها وبالصفاريطه، انت لو رجعت يا كابتن خالد مش هي اللي تصفر،
رجعوا تاني مش هي اللي اتصفر مش هي اللي اتصفر الكوره انا دي. بس عايز اتاكد بس هي في انهي بوزيشن يعني فاهم ازاي يعني المفروض يعني لو هي اللي فوق ممكن يعني انا بس هشوف هي فين هي واقفه على الخط هي اعتقد دي الكره اللي هي اللي هي اللي واقفه على الخط هي هي ولا اللي دي هناك اللي هناك اللي هناك يعني ممكن هي تصفرها وممكن اللي تحت تصفرها لتحت صفر هي دي الجزائريه بس طالما الجزائريه تحت يبقى هي اللي هي اللي تصفر 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 على صفاره انا عايز اقول لك بس هو البوزيشن بتاع الحكام ده المفروض بيتغير كل شويه يعني كل شويه بتتغير هي الكوارتر الرابع راح جاي على الخط جنبي راح جاي على الخط جنبي مضايقاك هي كل ماتش بدين تكنيكال فاول نعم كل ماتش بدين تكنيكال فاول لازم كل ماتش كل ماتش ابعد ارجع اليافطه يعني كل ما مرة مش عارف فيه يعني انا ما, 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 ما مش عارف مقصوده ولا مش مقصوده يعني خلينا نخرج منها ان احنا ما شاء الله ان البنات فعلا ادوا عليهم وانتوا اديتوا عليكم وحاولتوا لكن دعم مجلس اداره بالنسبه لفريق الثلاث سيدات كان دعم ما كبير جدا منتهي كبير جدا جدا, جدا 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 يعني ما اول بطوله من اولها هي جت البطوله في 5 ساعات بالظبط يعني كابتن طلبه كلمني الاول ما كانش فيه اي حاجه خالص ما كانش فيه ان البطوله اصلا كانت في مدغشقر وما كناش نعرف حاجه عنها خالص كابتن طلبه كلمني مش هسافروا لو كانت في مدغشقر ما كناش هنلعب كنت هطلب ان انا اروح البطوله احتمال تبقى في مصر ايه رايكم الكلام ده قلت له لازم ارجع للكابتن رؤوف بلغت كابتن رؤوف قال لي خلاص هعرض الموضوع على مجلس الاداره وابتدت بقى الاجراءات ومجلس الاداره دعم بالمحترفه الثانيه المحترفه الثانيه اللي هي رقم 2 في الترتيب جابت 3 ألقاب شخصيه لنفسها بس انت قلت لي بره الكواليس ان هي كمان زعلت ان هي ما كسبتش بطوله افريقيا لا يعني فتقولي عن كيلسي بعد المشاركه الافريقيه لا هي اهلاويه اللي انا شفته انا كنت متخوف جدا ان واحده بتلعب في الدبليو ام بي اي كنت متخوف جدا من التعامل معاها مع التعامل مع البنات انت هتتعامل مع واحده ليفل تاني خالص فمش عارفين ايه التعامل وكمان المفاوضات كان فيها يعني تعبنا شويه في المفاوضات لما نبدا ان كمان الايجنت بتاعتها طف جدا وانا عايز اقول لك لو وريتك العقد يعني مش سايبه حاجه مش سايبه حاجه خالص مش سايبه حاجه يعني مش سايبه بتتكلم في كل حاجه عقد يدرس بتتكلم فعايز اقول انا اسف بتتكلم في فوض فوت وش وبتاع كل حاجه بتتكلم في وقت فكنت متخوف بقى قولي دخول كيلسي داخل فريق النادي الاهلي كان شكله ازاي معاك؟ هي دخلت على طول يعني هي سبحان الله ربنا كابتن خالد كان مسهلها يعني هي كمان ما خدتش وقت معاك ما خدتش خالص هو كمان انا في فرقتي الحمد لله اي حد بيخش عليها بيضموها وبتاع وهم عارفينها كانوا متابعينها وبتاع فعارفينها يعني البنات شافت كيلسي في وسط الفرقه ترمي لها كوره عشان هي تجيب ولا لعبت جوه اللعب الجماعي للنادي الاهلي؟ بص انا هكلمك بمنتهى الصراحه وفي لقطه بس قالوا لي عليها دي بعد ما اتحسب فاول وهي بتقول للناس شجعوا بالظبط هي يعني انا بعد قبل الماتش بعد جيم موزمبيق كانت منهاره جدا وعيطت وبتاع قلت ما فيش مشكله احنا لسه هنكمل وبتاع ولسه عندنا ماتش السيمي فاينل قالت لي انا عايز اكسب حتى مش عارف حد من الجهاز بيقول لها انت احتمال تاخدي وقالت له انا مش عايز اخد اي حاجه انا عايز اكسب معاكم بس بتقول لها ايه النهارده بصراحه؟ اقول لها انا طبعا بشكرها جدا على ال 15 يوم اللي اشتغلت معانا فيهم فادتنا كتير اتعرفت برضه النادي الاهلي برضه وهي طبعا ليها اسمها وكل حاجه بس النادي الاهلي اداها اسم كمان في افريقيا بوابه كبيره نادي يعني انا الأهلي. لسه من كنت في النادي من شويه يعني عندها عرضين من انجولا ما شاء الله عندها عرضين من انجولا يعني كمان في المنتخب يعني عايزين يدوها الجنسيه كمان فريق انجولا عشان بطوله افريقيا هي اصول افريقيه ولا هي امريكيه؟ لا الامريكيه امريكيه فبشكرها جدا وساعدتنا وساعدت الفرقه وانا بس عايز اقول حاجه برضو من هنا محدش يعرفها يعني ممكن يبقى ناس قليله اللي تعرفها احتمالات اللي هي تلعب ماتش انتر كلاب كانت قليله جدا لان كان عندها مشكله في ركبتها يعني اصابه في ركبتها وتحملت ولعبت وهي يعني انا قلت لهم يا جماعه دي مش هتلعب انا بقول لكم هي لو عرفت اللي عندها كدمه في الرباط الداخلي مش هتلعب عرفت ولعبت قالت لي هلعب قالت لي هلعب وعرفت عرفت ما شاء الله عليها كدمه وبتاع وما فيش مشكله وخدت جلستين خدت 3 جلسات
كابتن علي لو لف بينا الزمن سريعا وكنت مع الاهلي ان شاء الله اكيد، بس يعني حاجه في المستقبل القريب جدا وبنلعب بطوله افريقيا، تجيب كيلسي تاني ولا تشوف حد تاني؟ بص يا كابتن خالد، هي المشكله لما احنا بنيجي بنختار انت بتشوف احتياجات فرقتك ايه؟ في الوقت الحالي. انت لا في الوقت الحالي لا هجيبها طبعا. في الوقت الحالي يعني انت بتشوف احتياجات فرقتك لو عندك واحده محترفه تاني في الدوري المحلي هتجيب كيلسي. ما انا برضو الدوري المحلي انت بتشوف احتياجاتك ايه، البوزيشن اللي ناقص ايه. ممكن السنه الجايه ما بقاش عايز بوينت جارد، ما محتاج بيفوت هروح اجيب بيفوت، ما محتاج جارد هروح اجيب جارد. لكن البطوله دي فعلا كنا محتاجين حد بوينت جارد. بوينت جارد. طيب دي بالنسبه للمحترفه الاولى. المحترفه شاكيلا نان كمان اخذت احسن ريباوند في البطوله. جميل. وانت برضو قلت لي ان هي ما شاء الله عليها دخلت في فرقه بسرعه جدا. دي من اول يوم دي خلاص، دي مصريه يعني. قلبت مصري خلاص. لا قلبت خلاص يعني، الموضوع بقى سهل جدا بالنسبه لها. قاعده مع جنة 24 ساعه فخلاص مع جنة ما بتقلقش عليها خالص. قلبه مصري خلاص. البنات قفلوا الملف ده خلاص وقفلت معاهم الملف الافريقي ده عشان يخش على المستقبل اللي احنا محتاجينه كلنا. خلاص بكره في التمرين عندنا تمرين ملف مقفول خلاص. خلاص انتهى الموضوع. انتهى الموضوع بكره في التمرين عندنا. مش هنتكلم. خلاص عندنا بكره تمرين الساعه 7، عندنا كوارتر فاينل يوم الجمعه مع نادي الجزيره. كاس مصر عندنا في النادي بعدها بيومين ثلاثة. بعدها بيومين ثلاثة برضه هنلعب الجزيره الماتشين الفاينل 24 26. 24 26. ملف مقفول خلاص. طب عشان نقفل الملف ونقفل الملف في افريقيا، عايز تقول حاجه في الملف الافريقي قبل ما نقفله خالص؟ بصراحه بحب اذكر كل الناس بس اللي وقفت جنبنا من اول مجلس اداره كلهم الصراحه، ما فيش حد معين. كلهم 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 يعني، حتى مع الوزير عامر فاروق جالنا قبل الماتش بيوم، قبل السيمي فاينل ولا فاينل؟ قبل السيمي فاينل وقعد مع الفرقه والسراجي وبتاع، طبعا غير المكالمات. بشكرهم جدا. كابتن خطيب برضو يعني اتكلم مرتين الصراحه في التليفون وبارك، وقبل ماتش السيمي فاينال بحب اشكرهم على الدعم اللي عملوه. مجلس اداره دعم، نشاط رياضي دعم، كله لا كابتن رؤوف بقى ده يعني حاجه، هو اللي شايل حاجه جميله. يعني هو اللي من اول معايا في القصه يعني. طيب القصة. كلمه اخيره لنجمات النادي الاهلي بعد حصد الميداليه البرونزيه في البطوله الافريقيه، تقول لهم ايه؟ بقول لهم مبروك، اول ميداليه في تاريخ النادي الافريقيه واول ميداليه لمصر. بشكرهم، تعبوا جدا واستحملوني كتير جدا. وفعلا يعني مش اي فرقه توصل للماتشين بتاع موزمبيق والانتر كلاب اللي في السيمي، فمش مش يعني نوعيه اللعيبه كمان يا كابتن خالد، مش اي فرقه توصل للكامباك ده خالص. لا مش يعني مش نوعيات لعيبه مختلفه، فرقه النادي الاهلي النوعيه مختلفه. حتى اللي ما احنا الجيمين دول اللي لعبنا بسبعه او ثمانيه مش متذكر اللي كمان الناس اللي بره اللي بره ال 12 دول بقى كمان قاعدين ورانا في المدرجات، ما سابوناش. الناس اللي في ال 12 ما لعبتش حاجه 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 تحترم. الروح روح اللعيبه هي دي روح النادي الاهلي في كل فرقه، تحترم حاجه تحترم. ومن هنا اكيد بنقول مبروك لبنات النادي الاهلي، اول طريق على البطولات الافريقيه ان شاء الله باذن الله. نبتدي من السنه الجديده باذن الله، دخلنا اتعلمنا عندنا خبرات ان شاء الله باذن الله. في السنه الجايه مستنيين بطولات افريقيه عشان نبتدي نعدلهم، لان النادي الاهلي بشركته في البطولات الافريقيه معنى ان هو دايما بيتصارع او يعني دايما بيلعب على اللقب الافريقي. قفلنا ملف افريقي مع كابتن علي هاشم، لكن هنفتح الملف المحلي وهو الاهم في المرحله اللي جايه. ملف المحلي اربع بطولات ما اتقفلوش معاك، منطقه القاهره ومرتبط وكاس مصر والسوبر المصري. شايف بقى البطولات ازاي؟ بتحضر المرحله الجايه ازاي؟ احنا برضو ماشيين ستيب باي ستيب. احنا عندنا يوم الجمعه 24 26 الجمعه الاول يوم 20 عندنا كوارتر فاينل دور الثمانيه في دوري كاس مصر، في كاس مصر، كاس مصر نادي الجزيره. ان شاء الله ربنا يكرمنا نعدي الجيم ده كويس. ويوم 24 26 عندنا فاينل مرتبط برضو مع نادي الجزيره، يعني ثلاث ماتشات مع نادي الجزيره ورا بعض، الجزيره ورا بعض في اسبوع. في اسبوع. الاهم دوري المرتبط، الكوارتر فاينل اكيد مهم جدا عشان تقدر تخش للدور اللي بعديه، وكمان الماتشين اللي جايين مهمين، يعني بطولتين في اقل من اسبوع، في اقل من يومين، في اقل من يومين. يومين. هتحضر اللعيبه ازاي وتقول لهم ايه بكره في اول تدريبه ليك معاهم ان شاء الله؟ هتقول لهم ايه؟ او ما هتقول لهم اقف صف، هتقول لهم ايه؟ ما فيش، هنقول خلاص افريقيا الملف اتقفل من اول ما ننزل التمرين دلوقتي. عندنا جيم مهم كمان في 48 ساعه. فرقه نادي الجزيره السنه دي فرقه مختلفه عن يعني عن السنين اللي فاتت، فرقه مدعمه باجنبيه كويسه،
مع مدرب محترم، جابوا كذا حد جديد، ففرقه تقيله. ليه دوري السيدات او دوري السله سيدات ورجال بياخد طابع مختلف عن الطايره والهاندبول؟ بحس ان هو اقوى دوري في الثلاثه اذا كان سيدات او رجال. ليه؟ بأمانة. بصراحه ان الباسكت اربع خمس فرق بينافسوا. يعني في الرجال اتحاد، اهلي، جزيره، سبورتنج، زمالك. السنه دي 8 فرق. السنه دي 8 فرق. السيدات نفس الكلام، الاهلي وسبورتنج والجزيره وهليوبلس وكله بيدعم محترفات. فما في يعني اي حد ممكن يكسب اي حد. فالمنافسه مع اربع خمس انديه. الهاندبول والباسكت بتلاقي فرقه اثنين ثلاثة. فبتبقى قصة اسهل شوية. خلينا نروح لما تيجي تمرن البنات بيبقى في حاجة مختلفة. التأهيل البدني او الاعداد البدني بيكون مشكلة معاهم. اكيد بنت مش عايزة عضلات، مش عايزة جيم، مش عايزة، بتقابل الكلام ده ازاي؟ بص انا معايا صراحة اتنين بحب اشكرهم من هنا طبعا، عملوا بطولة كويسة قوي. معايا مخطط الاحمال علي العشري. ومعايا المدرب العام برضو داخل معاه هو في القصه دي، الدكتور محمد جاد. صراحه الاثنين عملوا شغل كويس قوي 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 قوي، يعني احنا بدنيا واقفين على رجلينا طول البطوله، بالذات يعني اللي يثبت الكلام ده ماتش انجولا. بصراحه بتلعب اول دقيقه زي اخر دقيقه. على اول دقيقه اخر دقيقه، يعني جينا في فتره دروب، وده وضع طبيعي ان فرقه سريعه جدا بتلعب مان تو مان مع فرقه زي دي طول الملعب كتير. طول الملعب بتلعب. لعبنا قد ايه؟ لعبنا حوالي 36 دقيقه مان تو مان مع فرقه زي دي، ورايحين جايين رايحين جايين. عندهم قطب اساسا مرتفعه. لا لا، هم انت مهما تشاف الكلام ده بتشافه من منتخب مصر وبيطلعوا جامعات والكلام ده. شايف المرحله اللي جايه باذن الله بعد دوري المرتبط باذن الله، شايف المرحله اللي جايه اصعب مباريات بالنسبه لكابتن علي هشام؟ كل انت السنه بتلعب على الاربع بطولات. الاربع بطولات لازم تكسب الاربع بطولات ان شاء الله باذن الله. فكل البطولات صعبه، وبالذات السنه دي ان كل الدوري السنه دي مختلف. الدوري السنه دي مختلف، كله مدعم وكله جايب اجانب على مستوى عالي. السنين اللي فاتت كان الاهلي وسبورتنج، السنه دي لا، في اهلي وفي سبورتنج وفي جزيره وفي هليوبلس وفي سموحه. يعني سموحه مدعم كويس قوي، يعني الخمس فرق جامدين جدا. تدريب الرجال اسهل ولا تدريب السيدات اسهل؟ لا الرجال. علي هاشم الاثنين. انا مرنت الرجال. الرجال. اسهل كتير رجال، مع ان انا رحت رجال سنتين، السنه اللي فاتت نجاحات كلها ما شاء الله. الحمد لله في الرجال. لا الرجال اسهل بكتير. اسهل. لا بكتير بكتير. ليه؟ بكتير. على بقى يعني برضه لا، البنات مختلفين، عايزين طريقه معينه، عايزين شغل معين، لازم تتعامل دي يعني طبعا في كله بيتعامل زي بعض، بس ما ينفعش لازم معاك تبقى مفتاح ده ومفتاح دي ومفتاح دي، وازاي تتعامل مع دي وازاي تتعامل مع دي، غير بقى غير الرجال. الرجال خلاص انت الامور واضحه في وشك. طب اقول لك صراحه، بتعامل البنات زي الرجال؟ احنا شايفين كده وجهه نظرنا، انت بتعامل كده؟ مش في كل حاجه. يعني الرجال اصلا ما عندكش مشكله، الرجال انت ما عندكش مشكله يعني. لكن ما يعني الولد انت بص في وشه وخلاص. انت عارف البنات لا، في بقى مشكله ممكن تبقى واحده بس انا زعلانه النهارده ما لعبتش، فلازم تتعامل ازاي تعرف تطلعها من المود ده. الدنيا صعبه شويه يعني. بكلمك بصراحه، الجواز مع بنات مصر بيفرق بصفه عامه في الرياضه، ولا بقى الموضوع عادي سهل جدا البنت تتجوز وتلعب رياضه جدا؟ لا عادي خلاص. عادي ما عادش زمان. لا عادي جدا، في ناس متجوزه وبتلعب. ما عندكش مشكله؟ ما فيش مشكله. تديهم اعذار ولا تديهم حاجه ولا حاجه؟ ما جاليش عذر الحمد لله. يعني انا عندي الوعي اللي متجوزه هاله لحد دلوقتي الحمد لله، منتظمه في التمرين وفي المعسكرات كلها موجوده وبتغيب، يعني ما فيش، ما جاليش مشكله يعني. ما عندكش مشاكل؟ لا ما عنديش مشكله الحمد لله. تاهيل الجانب النفسي بتاهلهم ازاي مباراه عن الثانيه؟ كل مباراه اكيد ليها تاهيل نفسي مختلف. كل الماتشات بيبقى عندنا دافع، يعني بتوع في افريقيا كنا عندنا دافع، سيمي فاينال كان عندنا دافع، يوم الجمعه عندنا دافع تاني خالص. ماتش السيمي قبل النهائي والنهائي عندنا برضو دافع. حسب كل ماتش بتلعبه انت بتشتغل عليه. هل وجود المحلل النفسي لكابتن علي هاشم في الفرقه شيء مهم، ولا
حضرتك بتدرس الكلام ده فبتعوض وجود المحلل النفسي. بص، هو انا ما عنديش السنه دي حد في الجهاز، كان معايا في المنتخب بس انا كنت جايبه في المنتخب عشان هم صغيرين، يعني كانت المرحله السنيه صغيره. فرقه النادي الاهلي عندهم الخبرات اللي هم يطلعوا من الكلام ده على طول في اي دروب في اي حاجه، واحنا شغالين برضو في القصه دي. يعني بصراحه شديده وجود مدربين كتيره في القطاع الرجال او السيدات، ما بشوفش مدربات ليه؟ لا في مدربات بس مش كتير قليلين يعني. ليه البنات ما بتخش سكه التدريب بالنسبه للفرق السيدات؟ لا والله بدات الفتره الاخيره تخش، يعني دخلت عاليه، دخلت من انديه تاني، في برضو كذا مدربه ماشيين كويس قوي بداوا، بس هم فعلا قليلين يعني، فاهم يعني، بيتجهوا للعمل الاداري يعني. هل انت شايف ان العمل الاداري بالنسبه لهم هو الاوقع بعد ما يخلصوا لعب وكده؟ اعتقد كده، هم بيروحوا للعمل الاداري يعني اذا عندنا مثلا نموذج رحاب الغنام، يعني رحاب الغنام كابتن رحاب الغنام طبعا ما شاء الله عليها. طبعا يعني بدات منطقه يعني. القاهره دلوقتي اتحاد الباسكت، عضو مجلس اداره، عضو مجلس اداره طبعا، هنشوفه قريب رئيس اتحاد. كابتن علي كلمني في كل حاجه، ايه اللي ناقص ما كلمناش فيه معاك؟ ايه اللي عايز تقوله؟ ما في يعني، كان نفسنا الصراحه يعني، كان نفسنا يعني، بعتذر يعني اللي احنا ما وصلناش الفاينل وما خدناش البطوله دي، بس يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. كان نفسنا نفرح جماهير النادي الاهلي بالبطوله، كانت هتبقى بطوله جميله وبطوله محترمه لو كنا كسبنا انتر كلوب. هسالك اسئله سريعه، لولا السوشيال ميديا مشت مع كابتن علي هاشم بعد بطوله افريقيا ولا مشت ضد كابتن علي هاشم، وايه رايك بصراحه؟ بص انا في الموضوع ما يعني مش هضحك عليك اقول لك ما ببصش، بس ما بتاثرش يعني، فاهم؟ بتجيلك. بتجيلي. بيجيلك مش بتجيلي. كل واحد ليه رايه. يعني انا بعد ماتش انتر كلوب ده جالي خبر كده، الفرقه بتتشتم وانت بتتشتم وبتاع، بعد ماتش انتر كلوب كنت لسه في اول الحلقه النهارده بتكلم على سياسه الاختلاف. ان احنا لو حتى مختلفين معاك، لو انا شخصيا مختلف معاك، اكيد بحب كابتن علي هاشم وبحب الفرقه عشان دعم النادي الاهلي نفسه. يعني مش لازم يعني قله الكلام اللي احنا ممكن نقول ننتقد فنيا، لكن بلاش ننتقد اكتر من كده. ما هي المشكله يا كابتن خالد، انت يعني برضو اللي بينتقد فنيا ده بينتقد على اساس يعني، لو فني هقول لك ما بقى هزعل منه لو حد فني، لكن المشكله اللي هو مش فني. المشكله الدنيا مش فني. طب انت بتنقدني ليه؟ انت عارف انا واقف بفكر في ايه، ولا الجهاز معايا بيفكر في ايه، ولا انت بتعمل، ولا تعرف جوه الفرقه ايه، ولا ايه اللي احنا بنفكر مشاكل، ولا اللي بيحصل احداث. وكمان حاجه مهمه جدا، الضغط النفسي على المدرب اكيد مش عايز يخسر. لا طبعا، مستحيل. في حد عايز يخسر؟ مفيش مدرب عايز يخسر في العالم. مفيش يعني، حتى ما حصلتش. مفيش يعني ماتش انتر كلاب يعني، لا اول فرقه وكان لازم يكسبوا وتقصر. يا عم انتوا بتقولوا ايه بس؟ انا هقول لك كلمه واحده بصراحه شديده، خلينا نتكلم بصراحه في الموضوع ده. كابتن علي هاشم لو حقق بطوله افريقيا كان اول مدرب في مصر يحقق بطوله افريقيا. مش دي حقيقه؟ بالظبط. اعتقد ما كانتش، مستحيل كنت هتاثر في اي حاجه. والحمد لله، الحمد لله والله، مش عشان حاجه والحمد لله. ما هو انت دلوقتي اول مدرب في مصر في افريقيا. تمام، دي حقيقه. على مدار التاريخ يعني، التاريخ. ما هو التاريخ ما بينساش، او التاريخ ما بيكذبش. التاريخ مش هيكذب، بس يعني التاريخ طول عمره هيحكم على الناس كلها. بالظبط. كلمة أخيرة لجماهير النادي الأهلي. بشكرهم يعني، لو فضلت أشكرهم من هنا للسنة الجاية، وقفوا معانا وتعبوا معانا، وكان في ناس متابعانا، وبعتذر للناس اللي هي كانت بتيجي عند الصالة وما بتعرفش تخش. مش بإيدينا يعني، برضو الناس مش عارفة الكواليس، إن أنا ما كنتش عارف الكواليس دي، بس فعلا أمنيا كانت الدنيا صعبة جدا. الصالة كمان كانت ضيقة، فخافوا يحصل حاجة. بشكرهم. هتقفوا يعني، عندكم شغل تاني معانا كتير. عندنا اربع بطولات لسه، يا ريت تقفوا جنبنا وتدعموا الفرقه. واوعدكم ان شاء الله باذن الله ان فرقه النادي الاهلي لو البطوله دي ان شاء الله السنه الجايه احنا في حته كويسه قوي قوي قوي، احسن من السنه دي بكده يعني. اعتقد لمينا كل حاجه. كابتن علي انا بشكرك، بقول لك الف مبروك. في الاول حاجه قلت لك مبروك ولا ايه، لكن دلوقتي بقول لك الف مبروك، انجاز اتحقق، بس لسه عايزين اكتر منه، لان الاهلي دايما على المركز الاول. استمرك يا توفيق، المرحله الجايه شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك يا كابتن خالد، متشكر جدا بجد. كابتن علي هاشم فتح قلبه معانا واتكلم في كل حاجه بصراحه، وفعلا بنقول له مبروك، وبنقول للاعبات مبروك، لان قدروا يحققوا اول ميداليه في تاريخ كره السله سيدات. لكن مش ده طموح النادي الاهلي ولا مجلس اداره النادي الاهلي، طول عمرنا طموحنا في المركز الاول. نتمنى التوفيق في المرحله الجايه في الجانب المحلي، ان شاء الله باذن الله يكونوا عند الميعاد، عند الاربع بطولات، وباذن الله في السنه الجديده لو في بطوله افريقيا
ان شاء الله يكونوا واقفين بيحصدوا الميداليه الذهبيه. في اخر حلقه بشكركم والى اللقاء.